استطلاع الحلقة سريعا، هل تجد البرامج الحوارية متابعة وسط الأعمال الفنية الرمضانية؟ أكيد بغيابي أنا أقل مشاهدة. وبكل تواضع طبعا، خلينا بكل ثقة، خليني أقول بكل ثقة، لأنه المطلوب الثقة. أنا جميل. صار لي 20 سنة لما تطرح علي هيك أسئلة دايما بسكت، بقول ما عليه، بس حان الوقت الواحد يعرف هالقليلة قيمة الناس اللي بيشتغلوا معه. نعم. ويقدم، لأنه المشاهد بيستغبيك، بيقول لك إنه ليش، إنه أنا واثق فيك، ليش أنت مش واثق باللي عم تقدمه. نيشان، نحن بنشكرك على وجودك معنا. 80% قالوا إنه تلقى متابعة واتفقوا مع رأيك، بس إنه بتلقى متابعة، لكن يمكن بغيابك كان لازم نضيف هذه الفقرة. مشاهدينا، أشكر ضيفي طبعا نيشان، وأودعكم في أمان الله. شكرا.